قرابة ال 79 سنة، وهذا طبعا سنوات عالية جدا في المملكة 75، ولكن لنقارن ذلك بدول نامية لا زالت تعاني من الأمراض والأوبئة، وخاصة مرض الإيدز مثل زامبيا يعيش فيها الإنسان في الوقت الحاضر 37 سنة في المتوسط. لا نقصد أن كل الناس يموتون بعد سن 37، ولكن في المتوسط، لأن هناك أطفال يتوفون في اليوم الأول والثاني والثالث أو الشهر الأول أو السنة الأولى. اليابان تتربع على قائمة الدول من حيث طول عمر الفرد اللي يعيش الياباني في الوقت الحاضر 82 سنة، ومن المتوقع أن أيضا يزداد عمر الفرد في اليابان إلى 87 سنة عند منتصف القرن الحالي. شهدت أيضا دول مجلس التعاون تقدم فيما يتعلق بوفيات الأمومة، وهي وفيات الأمهات أثناء أو حول الولادة، وتلاحظون الرسم الدياني لا يقارن بدول الدول النامية، وهو يقارب المستويات في الدول المتقدمة. المجتمعات الخليجية مجتمعات ذكية، إذا نظرنا للمجتمعات الوطنية للسكان المواطنين، فنجد السعودية يعني نسبة الأطفال فيها يقارب بناء على تعداد 2004 38%، وقد انخفض من 49 أو قرابة 50% في عام 1992. ويلاحظ في الهرم السكاني هناك انكماش في قاعدة الهرم، مما يدل على أن الإنجاب انخفض في السعودية وانعكس على التركيب العمري، هذا إذا كان البيانات صحيحة، وأتوقع أنها إن شاء الله صحيحة. فهناك انكماش يعني انخفاض في عدد أو نسبة صغار السن، فقد انخفض كما ذكرت من 49 تقريبا أو 48 إلى الآن 38%. ولعل الهرم السكاني في المملكة يمثل بقية دول مجلس التعاون مع اختلافات سنأتي إليها. نسب صغار السن لإجمالي السكان في دول مجلس التعاون طبعا هي أعلى مما هي عليه في دول العالم، في سواء على مستوى العالم أو في بعض الدول، ولكنها يعني أعلى بكثير من لو قارناها باليابان. 14% فقط من سكان اليابان هم دون سن 15 سنة. هذا طبعا الأعداد اللي أمامكم هذه لإجمالي السكان في دول مجلس التعاون، بمعنى يدخل فيها السكان غير المواطنين أو السكان الوافدين. ومن المتوقع والمثير طبعا أن نسب صغار السن ستنخفض، وسيواكبها زيادة كبيرة في نسب كبار السن. لذلك ينبغي أن نعالج في المرحلة الحالية مشكلة الشباب وصغار السن بتوفير الأعمال للأعداد المتزايدة من البطالة، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن لا ننسى أن سيكون لدينا أيضا مشكلة أخرى، وهي زيادة كبار السن، ولو أنها بعد سنوات لعلها تطول. ولننظر إلى الجدول اللي أمامكم مثلا، لنشوف السعودية والمملكة العربية السعودية، وهي من أقل الدول. المملكة يبدو أنها ستكون أكثر شبابية وأكثر فتوة من دول مجلس التعاون الأخرى اللي بتكون فيها النسب عالية جدا. لنا أن نتخيل 25% من سكان البحرين مثلا، ربع السكان سيكونون فوق سن 60. طبعا عذرا على بعض الناس يعترض على كبار السن، أن كبار السن سيقول أنها 75 أو 80 فأكثر، ولكن التقاعد لدينا هو عند سن 60. أنا متأكد أن كثير منكم ولو أن تجاوز سن 60 هو في مرحلة الشباب، وعلى الأقل يشعر بروح الشباب تتدفق في عروقه. طبعا نتيجة انخفاض الخصوبة أو اتجاه الخصوبة في دول مجلس التعاون عموما نحو الانخفاض، سيتبع ذلك زيادة في العمر الوسيط، والعمر الوسيط هو العمر الذي يقسم السكان إلى مجموعتين متساويتين، بحيث يكون نصف السكان فوق العمر الوسيط ونصف السكان الآخر تحت العمر الوسيط. فلو أخذنا مثلا
الدولة مثل السعودية الآن العمر الوسيط في المرحلة الحالية هو 23 سنة، طبعا هذا لعموم السكان. السكان السعوديين أقل من ذلك، يمكن 18 في المرحلة الحالية، وكان قبل ذلك 15 سنة أو 16 سنة، بمعنى أن 50% أقل من 16 سنة، وهذا عدد كبير، لذلك نشوف كثير من الأطفال. ولكن الصورة ستتغير إذا حدثت التوقعات وصدقت، ستكون الصورة مختلفة تماما، لأن النسب أو العمر الوسيط سيرتفع، وسيكون مثلا، أنا ودي بس نقارن دولة مثل أو الدول المتقدمة، لنتخيل أن 46% منهم، أو عفوا 50% منهم فوق سن 46، يعني نسبة كبيرة جدا. هذا سيؤثر طبعا، يكون له انعكاسات على الاقتصاد، على القوى العاملة، على أمور كثيرة، يعني ستكون المجتمعات هرمة إذا استمرت الأمور على ما هي على النمط المتوقع. ونرجو أن المجتمعات تكون أكثر فتوة. طبعا التركيب النوعي في دول مجلس التعاون، وهي نسبة النوع، نقصد فيها عدد الذكور لكل 100 أنثى أو مقابل 100 أنثى. فبناء على الإحصاءات اللي أمامنا الآن، نسبة النوع في الإمارات العربية تصل إلى 200 وأكثر، بمعنى هناك 200 ذكر مقابل 100 كل 100 أنثى، وهذا في عدم توازن في التركيب النوعي، ما في توازن بين الذكور والإناث، والصورة تقريبا تنطبق بشيء من الاختلاف على بقية دول مجلس التعاون، مع زيادة في كل من قطر والإمارات العربية. المجتمعات الوطنية أو السكان المحليين الوطنيين طبعا الصورة تختلف، هناك توازن نوعي، فلو نظرنا إلى السعودية نسبة النوع تقريبا 101، بمعنى هناك زيادة طفيفة جدا لصالح الذكور، وتنطبق الصورة أو تنطبق على تنطبق هذه المعلومة على بقية دول مجلس التعاون، لأن التوازن النوعي هو سمة من سمات المجتمعات البشرية إذا تركت الأمور على طبيعتها. ولكن طبعا زيادة الأنواع، زيادة الذكور بهذا القدر، هو نتيجة تدفق العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون. نسبة النوع في العالم 102، زيادة طفيفة لصالح الذكور، طبعا يعود ذلك لتقليل الذكور في بعض البلدان من جانب، ومن جانب آخر هو طبعا الذكور يولدون أكثر من الإناث في المعتاد في كل المجتمعات البشرية. الدول المتقدمة طبعا الذكور فيها أقل من الإناث. نسبة المواطنين وغير المواطنين في دول مجلس التعاون نسبة عالية جدا ومثيرة للقلق، وأثارت القلق في الواقع لدى الأوساط الرسمية في دول مجلس التعاون، وسنتعرض لبعض الإشارات إليها. الإمارات العربية 80% من السكان هم من الوافدين، قطر قرابة أيضا 80%، وقد تزيد نتيجة تدفق أعداد كثيرة خلال السنة الحالية. الكويت 62% من السكان هناك من غير المواطنين أو من غير الكويتيين. البحرين الصورة أفضل بكثير، السعودية طبعا أفضل بكثير من، وعمان أيضا وضعها أفضل من الدول الأخرى. يعني تبدو الصورة يعني فعلا مقلقة إذا قارناها بالدول المتقدمة التي نسمع أنها تستقبل أعداد كبيرة جدا من العمالة من شمال أفريقيا ومن الدول النامية ومن الهند والباكستان. غير المواطنين في الولايات المتحدة لا يتجاوزون 13%. فرنسا التي تتحدث وتتحدث عن الوافدين وكيف سيؤثرون التركيبة السكانية هناك لا تتجاوز النسبة 11%. فلذلك هناك مشكلة في دول مجلس التعاون. اليابان 2% فقط من السكان من غير اليابانيين. وجود هذه الأعداد الهائلة في دول مجلس التعاون أثرت على التركيب العمري والنوعي كما